تفتكر مين هياخد الدوري بعد تصدر بيراميدز امبارح؟ ان شاء الله الزمالك. الزمالك ان شاء الله. تقريبا بيراميدز. ان شاء الله الزمالك باذن الله. اكيد النادي الاهلي. الزمالك ان شاء الله يعني. ان شاء الله الاهلي. ان شاء الله الاهلي. ان شاء الله بامر الله الزمالك. لكن انا بستبعد الزمالك السنه دي من الدوري. طب ليه؟ هو انت حضرتك هو في لعب، هو في اداء. انت حضرتك واحد بيلعب في نص الملعب، مش هذكر اسمه، هو اساسا بياخد كره يرجعها ورا. الزمالك ان شاء الله، عندنا سكواد عالي، عندنا فريق محترم، بس يعني غير كده هي لو الاداره تبعد عن اللعيبه وتبعد كل شويه عاوزين نغير المدرب عاوزين نغير المدرب، احنا عندنا احسن فرقه، عندنا احسن سكواد دلوقتي في موجود في مصر. عشان الاهلي من زمان هو كده يلعب في الاول والثاني والثالث في اخر الدوري بتاعه، احنا خدنا على كده بقى 15 سنه. لان طبعا فرقه من اللعيبه المميزين وفرقه كويسه، وانا خصوصا بشجع الاهلي يعني، واتمنى ان هي تكون انه ياخد الدوري يعني.